حبيبتي نرمين، طالما جهز كل شيء ما لازم نبلش؟ لو نستنى ربع ساعة حبيبتي ياسمين، بعد شوي بده يجي المعلم وأكيد رح يقعد معنا على السفرة، لهيك إذا منستناه بيكون أحسن. طبعاً طبعاً حكيك مزبوط. ها ليكو أجا. حاسبين لحظة والتانية رح أنقض على الطاولة. أنا مثلك. أهلا وسهلا فيك معلم. أهلا فيكم. أهلا وسهلا. أهلا. خلونا نفوت لجوا أحسن، هيك منحكي على رواق. ماشي. اهلا وسهلا معلم. اهلا. بعتذر منكم، الظاهر اجيت بوقت غير مناسب. بالعكس تماما يا معلم، اجيت بوقتك. تفضل اقعد معنا. تفضل. اوه اكيد تعبانه كثير يا خانم، باينتوا هالاكل تحفه كثير. شكرا، هذا من ذوقك. حبيبي حسان، انت اخذت مقاسات خزن المطبخ؟ ايه طبعا اخذتهم يا روح. لكن ورجيهم للمعلم مشان يشوف اذا فيهم اي شيء غلط. شوف يا معلم، انا اخذت المقاسات كلهم، تفضل شوفهم. ديما، هدول مو مبين عليهم رح ياكلوا. والله حرام يا بنتي، انا حامل ما بصير شم وما ذوق. انا جعت كثير ماما. شو نعمل يا ترى؟ خلينا نروح على الغرفه ونستنى هنيك. بس خدي معك شي شغله نقرش فيها ليخلصوا. يلا يلا. هلا هي المقاسات اللي من الجهه الثانيه، وكمان بدك تترك لي مكان للاجهزه الكهربائيه. فهمت علي؟ فهمت عليك. اصلا هدول المعلمين كلهم هيك. في حدا بيجي زيارة بهالوقت؟ أنت بياكلوا الناس لكان؟ ما تهنينا ولا بلقمة. خدي. هلأ من كل الأكل ما عرفتي تجيبي إلا هالخبزة؟ شو بدي ساوي طيب؟ ماشي الحال، هاتي خلينا نسكت جوعتنا. إن شاء الله يخلصوا بسرعة لأني رح موت من الجوع. آه مين رتبوا هاد؟ أنا بعمري ما عملت هالعملة. خالة نرمين غسلت الشراشف والوجوه وكوتهم وبعدين رتبتهم مثل ما شايفة. هلأ هذا تختي؟ هذا ريحته ليلك مو؟ شي غريب، كيف بتقدر تطالع هالريحة من الغسيل؟ لو تعرفي شو عملت كمان، غسلت بواطي غسلة مرتبة وطلعت الزفت والوسخ اللي إله من سنين على الأنفيون ورجعوا جداد. تعرفي ديما، جيت هالمرة لعنا نعمة كبيرة من الله. صحيح مجنونة بس رجعت البيت مثل بيوت البني آدمين. لك شوفي ولا كأنه بيتنا. لا يا معلم، هيك عم تغلي علينا كتير، راعينا شوي. لسه بدك يعني راعيك أكتر؟ هيك ما عاد توفي معي. لا تؤاخذني، أنا سألت معلمين غيرك وأخذت السعر منهم وعطوني نص السعر اللي عطيني إياه. لكن جيبهم لحتى يشتغلوا لك. حبيبي حسان، في مجال تجي معي شوي؟ جاي روحي. حسان، ليش عم تحاول تطفش لي زلمة؟ هلأ أنا جاني مشان ياخد بيتي قبل بيت سوزان وأنت مو عارفان كيف بدك تطفشه؟ ماشي، بس هو عم يطلب سعر كتير غالي، شو ما ضل غيره؟ مو هيك، ما في أكتر من المعلمين بالسوق، بس صعب تلاقي واحد فهيم ومتقن مثله. إذا جبنا واحد تاني رح ضلني شهر كامل عم نظف وعزل من ورا. وبعدين أنت لمين فكرني عاملة كل هاد الأكل مثلاً؟ لمين؟ لا تقلي اللي عملتيه مشانه. لكن شو مفكر؟ حسان شبنا، بترجاك ساعدني شوي، خليه ياخد بيتنا قبل ما ياخد بيت سوزان وخلصنا من هالقصة بقى، وإلا رح نضل قاعدين هون مدري كم شهر كمان. خلص حبيبتي، اتفقنا مثل ما بدك. ماما لازم نتصرف بسرعة وإلا راحت علينا. شوفي، طلعت خالة نرمين عاملة هالأكل لتقنع المعلم يشتغل ببيتها، إذا أقنعته بأسبوع واحد رح يطلعوا من هون ورح نخسر كل هالدلال. شو عم تقولي أنتِ؟ مو معقولة تعملها. شو ساوي أنا؟ أنا ما نمت على شراشف مكوية بحياتي كلها. نرمين بدها تضل هون، ما رح تروح لمحل. وشو ناوية تساوي؟ تفضل يا معلم، هلأ طالعتها من الفرن، تفضل جرب لي إياها وقلي شو رأيك بطبخي. إذا كانت ريحتها هيك معناتها كيف طعمتها؟ ليش لسه ما أكلت من المحشي؟ تسلم إيديكي. صحة وعوافي. أنا قديش أكلت؟ بعمري ما دقت أطيب من هيك. صحتين على قلبك. تعرف معلم، أنت بس وافق تشتغل بالبيت عنا وشوف نرمين شو بتعمل لك.
حبيبتي شو عملتي له لهداك المعلم اللي اجى اخر مره واشتغل عنا؟ عن جد مو قدران اتذكر. ليش انت كيف بدك تتذكر اذا كنت كل يوم اعمل له اكل اطيب من اليوم اللي قبله؟ حتى لما خلص شغل عنا بعتت معه كذا علبه اكل مشان ياكل لانه مرته ما كانت بالبيت. لا تقوليها. لا خلص حبيبتي، ما بدنا نصر على المعلم ونحطه بموقف محرج قدام العالم. بما انه هو عطيه كلمه لسوزان خانم الاحسن نخليه يروح ويخلص شغله عنده. ما فينا نعمل شيء، خلص بنشوف لنا معلم تاني. ايه وانا عم فكر مثلك. مدام هي مو مستعجله ولا يهمك، باخذكم قبل من بكره فيني بلش شغل. نرمين يا نرمين، حاسه انه معدتي عم تتقطع. شو صار لك ياسمين؟ نرمين شو حاطه بالاكل؟ شو عملتي انتي؟ شو حطيتي بالأومليت لصار فيني هيك؟ شوفي البنت كمان عم يجعها بطنها. وشو دخل الأومليت تبعي؟ كلنا أكلنا أومليت بس نحنا ما صار فينا شيء أبدا. شكلكم متعودين عليه. أصلاً بتعرفي شغلة؟ ما بعرف ليش عياراتك مخربطة بهالفترة. وقف معلم. شباك؟ طول بالك؟ خلاص إذا ما عدتك حديد كمل أكلك، يمكن يكون أنا حساسة زيادة. شبك لك ياسمين شو عم تقولي؟ انت كنت عم تحكي بخصوص سوزان قبل ما فوت ما؟ ايه؟ بتعرف؟ بتعرف شو عملت لما اجا معلم عبيته؟ عملت له صحن بقلاوة بياخد العقل، ما كان رح ياخد حسابه من كتر ما حبه. اكيد سمعنا بالقصة. يعني انت اكيد قلبك قوي لحتى ما بدك تروح لعندها يا معلم، بس لازم تعرف انه هالمره مثل النمر واذا عصبت بتهجم عليك وبتخنقك. وهي ما في اقوى من ذاكرتها؟ كيف مسترجي تعلق مع مره حقوده مثلها؟ بتعرف شو رح تعمل اذا ما وفيت بوعدك إلها؟ رح تضل ملاحقتك، رح تفضحك، واخر شي رح تخليك تخسر شغلك. شو هالحكي اللي عم تقولي ياسمين؟ كل الناس بتعرف شغله واكيد ما في حدا منهم رح يدور على حكي لسوزان. مين قال لك نرمين؟ ما في اكثر من المعلمين، صاروا اكثر من الهم على القلب. وهالحكي مو من حدا غريب، انا بشتغل بالخياطه وبعرف السمعه سيئه شو بتعمل. تذكرت لك كمان لسه في جوزها القديم. شرطي الله يبعده عنك وعنا، من يومين اتضايق من واحد وطق طق طق اوصه. هذا مجنون. واذا زعلت مرته القديمه قولي شو بيعمل. انت عندك اولاد شي؟ ايه عندي ولد واحد. ما بيجي من قلبي يصير شي لابنه. فتح عدنيك واسمعني منيح، روح اشتغل لها شغله لسوزان وبعدين بترجع بتشتغل بيت نرمين. اصلا انت وعدتها تشتغل عندها قبل مو هيك؟ بصراحه انا وعدتها لسوزان خانم اشتغل لها بيتها قبل. اسمحوا لي بخلص شغلي عندها وبرجع لعندكم بعدين. شو نسيت الحكي اللي حكيته قبل شوي؟ لا تؤاخذوني، الوعد وعد. بعد عن اذنك يا مدام. معلم استنى دقيقة. خلص يا أخي برجع لعندكم. خلينا شوي. نرمين بجوز هذا بسبب البيبي ما؟ حاسة كأنه في حموضة بمعدتي. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.